ورجعنا لكم مشاهدينا، ودلوقتي فقره مطبخ طعم البيوت. والحقيقه النهارده احنا عاملين اطباق كلها سريعه وسهله، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نجدد بيها في مطبخنا. اهلا بيكي يا شيف صوفي مره ثانيه. والحاجات اللي شكلها حلو اللي منورانا النهارده دي، الاطباق كلها احلى من بعض. ميرسي ليكي، ميرسي ليكي. في الاول خالص بقى نعمل المكرونه اللي بالوايت صوص. ايوه، ونخش بقى في تفاصيل الحاجات الثانيه الجميله اللي انت عاملاها. حاضر، احنا دلوقتي هنعمل الوايت صوص. المقادير ايه بقى؟ هنعمل دول حوالي 3 معالق دقيق. تمام. الريحه الحلوه دي حاطه زبده ولا ايه؟ حاطه زبده. الله، الزبده دي بتعمل ريحه فظيعه. مع مكعب مرق. جميل. مع هنحط ان شاء الله دلوقتي الحليب. اوكي، حلو قوي. هو هنا احنا عايزين الوايت مش زي البشاميل، احنا عايزينه خفيف شويه. اخف، علشان طبعا احنا هنعمله صوص للمكرونه. بس بقول لك، ريحه الزبده دي معاها فص ثوم ولا هي زبده؟ صح. يبقى الريحه الحلوه دي زبده مع فص ثوم كده. الواحد صح. بيفهم الريحه الحلوه دي جايه منين. مظبوط. اوكي. طبعا هنزود شويه يعني ميه. اوكي، بنقلب بقى لحد ما السمك كده نبقى ايه، مبسوطين منه. اوكي، هنزود شويه ميه ونقلب كده لغايه ما يتقل. تمام. معانا طبعا فلفل. جميل. ومعانا الملح. طب ملح مش كتير طبعا عشان جدا صوصني. احنا بقى لو احنا حابين مثلا يعني نعملها تست عالي شويه، ممكن جبنه موزاريلا. ممكن مثلا كريمه الطبخ. جميل. حاجات اللي هي تعمل تعزيز للطعم. بس والله كده بتبقى خفيفه برده وجميله. هو احنا عاملينها كده خفيفه عشان خاطر ما تبقاش يعني مكرونه ووايت يعني كتير. طيب نخليها بقى تتقل كده شويه ونتكلم في حاجه ثانيه. انا شايفه النهارده فكره اللحمه البارده انت عاملاها بفكره جديده شويه. يعني يمكن دايما اللحمه البارده اللي هو بيبقى عرق في العرق اللي احنا طبعا عارفين. احنا كستات بيوت لازم نتماشى مع يعني الظروف اللي احنا فيها. صحيح. فدلوقتي احنا مثلا اواخر الشهر، طب احنا ما ناكلش؟ لا، هناكل. لازم نبدع في الحاجه اللي احنا هنعملها. جميل. فطبعا الفكره جت من ان انا مثلا اجيب لحمه مفرومه. جميل. واعملها بالظبط يعني على شكل العرق. وحطيت لها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل. نقول المقادير بتاعتها برده. أيوة. معانا دلوقتي هتكون يعني هو مثلا نص كيلو كفته. حطيت لها بصل باودر وتوم باودر. جميل. وملح وفلفل. انا مش عايزه الطعم بتاع اللحمه يضيع في البهارات. هي دي بس اكتر حاجه انا عملتها. وطبعا عشان امسكها بشويه يعني نص كوبايه بقسماط. نص كوبايه بقسماط. حطيتها في رول ستريتش. ولفتها مع ورق زبده مع ورق فويل. وبعدين سويتها على البخار. على البخار ازاي بقى؟ بدخلها الفرن ولا على النار؟ ممكن حضرتك لو حضرتك حابه تحطيها في الفرن. تمام. مفيش مشكله. لو عايزاها على النار من فوق مفيش مشكله. أوكي. هي بتاخد ساعه الا ربع في التسويه. ايوه، احنا بنتكلم ننسى المكرونه برده. لا لا، عشان الريحه الحلوه دي ما تروحش يعني. هو كده احكي لي وانا معاكي. هو كده يعتبر خلاص الصوص ان شاء الله هتحط على المكرونه. اوكي. بعد كده لازم تبرد، يعني تطلع تبرد. تمام. عشان اعرف اقطعها الترانشات اللي انا عملتها دي. حلو قوي. السمك كمان بتاعها انت مقطعاه فعلا كانه لحمه بارده، يعني حتى لو يعني الكاميرا هتشوف حتى فعلا تحسي كأن احنا فعلا عاملين لحمه كانه لحمه بارده. واوقات كمان ممكن نحشي حاجه مثلا فيه في النص. فعلا حضرتك شطوره. وصفه جدتي دي. ممكن ممكن حضرتك فلفل الوان، ممكن جبنه موتزاريلا، ممكن مشروم، حسب ما انت تحبي. في كمان اللي هو البيض ونحطه ونحشي عليه. ايوه، رول البيض. ايوه، هي حاجه زي الكوستاليتا كده بتتحط جواها. أيوة. وتتقطع برده ترانشات. جميل. فاحنا الحمد لله رب العالمين الستات ما بيغلبوش يعني. نبدع، بنحاول ان احنا كده بكل حاجه نطلع. اهم حاجه الشطاره. أيوة أيوة. والوقفه برضا وبنفس في المطبخ. طبعًا هنطلع حاجه تطلع حلوه. طبعا. صحيح. طبعًا. طيب نتكلم بقى عن الحاجات الجميله اللي شكلها حلو قوي. طبعا سلطة وكنافه. بالفروت سلطة احكي لي بقى. احنا طبعا عشان احنا الحمد لله ربنا الصيف عندنا فواكه كتيره. فواكه كتيره دي احلى حاجه عندنا يعني. صحيح. كان عايز اجيب لكم بطيخ بس ما عرفتش اشيلها المره الجايه. طبعا احلى حاجه طبعا الفاكهه بتاعت الصيف. طب احنا نستغلها ازاي؟ احنا هنعمل شويه كريم شانتي، بس اكتر حاجه هنعملها هي كريم شانتي. جميل. وهنقطع الفاكهه زي ما حضرتك شايفاها. واي عصير موجود في البيت او حتى ممكن سيرب بتاع الحلويات نحط كمان. حلو قوي. زائد معانا مثلا الكريم انا حطيت كله طبعا بالاشكال. الله. بالالوان. واللي فوق ده عنب ده ولا كريز؟ لا ده عنب اسود. ما عندنا يعني السنه دي كل ما شاء الله لو فعلا السنه دي الفاكهه فعلا كلها جميله وحلوه قوي.
احط الفاكهه وببدا اعمل بقى كمان تزيين. انا هنا كده بعمل الكلام ده ليه؟ عشان انا اولادي لما يعني يشوفوا الحاجات دي طبق يفتح انا بعملها بصراحة. ياكلوا يعني مبسوطين هم بالرقائق اللي دي بقى يعني مدلعه الكنافه النهارده اللي يشوفها مش هيقول كنافه خالص. دي بقى احنا عاملينها ازاي؟ ديسكات يعني حاطين نص كيلو كنافه عليها معلقتين سكر بودر عليها كمان سمن بلدي او سمن يعني حسب ما تحب ست البيت بنفركها كويس ومعايا طبعا على الطاسه في النار ولا هدخلها الفرن؟ لا هدخلها الفرن عشان انا عايزاها ديسك يكون متماسك عشان لما احط العسل عليها واحط ما تهبطش مني او طبعا. انا عايز اسال سؤال بقى مهم جدا، انت ازاي عملتي الشكل المدور الحلو ده؟ عندي بولات لا عندي يعني قطاعه عليها حطيتها وضغطتها بولات عشان ما حدش يتوقعها وبعدين على ورق زبده ودخلتها الفرن استوت طلعت. انا ما سقيتهاش الشربات الا لما جيت عملتها. لا التفصيل ده خليه الوقت كده بيجري للاخر عشان انا عايزه اطلع الكنافه الشكل ده. هسيبك بقى تعملي المكرونه وتكملي اطباق. مشاهدين هتفضل مصر طول عمرها دوله شابه، دوله عافيه بشعبها وقيادتها السياسيه التي لا تتوانى عن بذل اي مجهود دايما لنهضتها. احنا النهارده مع حضراتكم في مطبخ زينه بطعم البيوت واكل الشيف صافي الجميل اللي الكاميرا اكيد الكاميرا بتتكلم الحقيقه. ميرسي جدا ليكي. الكنافه هذه كنافه الكنافه شكلها جميل يعني هو اللي يشوفها كده يقول حاجه غير الكنافه. ايه مثلا جميله دي حقيقه بصراحه. هي كنافه جايبه حاجه بقى على قد جايبه فورمه على قد الكنافه صينيه صغنونه مفتوحه من الناحيتين وبعمل الكنافه وبكبسها وبنزل بحطها بقى في الصينيه اللي هي بتتفتح بالاطار اللي في الجنب دي ممكن دي وممكن في كمان يعني اطار يعني مش بيتفتح يعني هي نفسها سلستيل فبتبقى الحاجه مش بتلزق فيها فبعملها وادخلها الفرن وبعد كده اطلع احط لها بقى السيرب واعملها بالمانجا. بس بتعمليها كذا طبقه يعني هي دي زي يعني مثلا حضرتك لما بتاكليها في الكافيهات مثلا يعني دي مثلا تكفي فردين تكفي فرد حسب لا انا قصدي زي الكب كيك انت بتدخلي الفرن اكتر من حاجه صغيره كده يعني انا بيبقى عندي صاج كبير بحط فيه الكميه كلها وبعدين اطلع بقى اعملها بالكريم شانتيه واعملها بالمانجا حسب بقى في ناس كمان بتعملها بالنوتيلا بالتوفي جميل. لا الكنافه وصلت لنا ممكن بالرنجه كمان جديده دي. خلينا نتكلم برضو عن الفروت سلطه الجميل الطبق الحلو اللي ما نستناش عنه تاجه في الصيف صراحه بالاخص كمان مصر يعني ما شاء الله احنا غنيين جدا بالفاكهه في الصيف عندنا كل انواع الفاكهه فالميكس بقى بتاع الفواكه انت حاطاه ايه؟ انا الميكس عنب اسود وعنب اخضر ومشمش وبرقوق احمر الله وتفاح وخوخ وكله كله كله حلو كله لازم نحبب اولادنا يا جماعه بالفاكهه، الفاكهه دي فيها فوائد كثيره وجميله جدا والكريم شانتيه فوق بس الكريم شانتيه فوق انا لو انا اديت له الثمره كده مش هياكلها طب انا اضحك عليه ازاي بطبق زي ده او بكاس زي ده كده وممكن ايس كريم وممكن ايس كريم حضرتك دلوقتي ممكن كمان يحطوا عليها حلويات شرقيه مثلا بسبوسه لا يعني في قنبله وحاجات كده عجيبه احنا بنسمعها بنحاول نعمل زيهم الكفته هنا بقى زي اللحمه البارده بالظبط احنا انا قصدت اعملها النهارده لان احنا يعني ايه يعتبر احنا في اواخر الشهر وعايزين ناكل بروتين فمش لازم اروح انا اكلف نفسي عرق مثلا ب 300 جنيه ولا حاجه لا ما انا ممكن اجيب اللحمه باقل من كده وهعملها لهم برده نفس الطريقه انت بتربطيه برده حضرتك انا بلفه بالستريتش وبعدين بورق زبده وبعدين بالفويل وببرمه جامد جدا كان زمان بنحط فيه بيض هو لسه كنت بسالها نفس السؤال بيض ودلوقتي الجديد بقى جبنا الموتزاريلا الصوابع او الفلفل مع مشروم مع بصل مكرمل كل الحشوات اللي حضرتك بتحبيها احنا بنعملها فانا قلت المره دي اعمله ساده بحيث ان انا يعني الاولاد برضو في يعني من الاولاد ما بيحبوش ياكلوا الخضار صحيح فانا عملته كانه هو لحمه بارده
عملته بنفس طريقه اللحمه البارده. احنا بنحط طبعا بنشقق ونحط الثوم وكده. لا احنا حطينا باودر وحطينا بصل باودر وثوم باودر وبقسماط ولفيناها عملناها رول زي البونبونيه كده. دخلتها في الفرن مع نص يعني الميه ما تبقاش مغطياها بحيث ان انا ايه وبعدين اقلبها كل شويه تاخد لها إيه ساعه الا ربع. واللحمه المفروم هتستوي اسرع من العادي. اكيد صحيح. اكيد بس انا عشان ابقى ضامنه ان انا من جوه تبقى نفسي حضرتك شايفه اللون والشكل يبقى واحد يبقى هو هي تاخد ساعه الا ربع في الفرن. تطلع بقى تبرد. بعد ما تبرد ممكن لو انا عايزه اعمل لها زي حرف كده يعني لون كده جميل ممكن اديها بالزبده كده في الطاسه ممكن تحت الشوايه او تحت الشوايه بالظبط. بس شيف صافي للاكل الجميل. ميرسي تسلم ايدك. ميرسي يا دينا. شكرا ليكي يا سماح. شكرا ليكي شيف صافي على الاكلات الجميله دي. مشاهدينا النهارده كنا معاكم على الهوا لمده ساعه ونص اتكلمنا في كل حاجه بتهم الاسره المصريه. استنونا بكره فريق عمل جديد من زينب تعمل بيوت. النفس هفة على أكلة معينة حنتف وراس تقلينا وطبخ لنا الريحة الخطيرة دي طالعة من هنا فاحت وجرت لنا رقنا كلنا. بقول لك ايه ما تهيا بنا نعزم جيراننا وصحابنا وأهلنا شكلها أكلة منه علي بيلمنا. طب وطي النار لسلسوا مننا. اوه الله 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 ودي معلقة من وش الحلا لحم القعر محروقة ومقرمشة واسمها بغاليز. الله 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 نقلت ومسمس وتسلى ايوه انتوا ابدا عنها تحتة بليز. اوه الله 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 ودي معلقة من وش الحلا لحم القعر محروقة ومقرمشة واسمها بغاليز. الله 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 نقلت ومسمس وتسلى ايوه انتوا ابدا عنها تحتة بليز. وقعين في دوامة حدق وحلي طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك تعوز ضيطك يبوظ ده الأكل لذة من لذات الحياة بنعيشها مرة وبناكل مرتين. هات من دي علبة لأ طب هات علبتين. أعمل حساب الغايب اللي مالوش نايب الأكل يلف يلف ويرجع لأصحابه. للأكل يلف